في الحقيقه المنتج النهارده اللي انا هتكلم عليه ده، لو انت مش فوتوجرافر او ليك علاقه بالفوتوجرافي فانت هتقول لي احنا بنضيع فلوسنا او بنرمي فلوسنا في الارض. ولكن لو حضرتك فوتوجرافر فلازم تبقى عارف ان الجهازين اللي انا هتكلم عليهم النهارده دول هم من الاجهزه المهمه جدا لو حضرتك عايز تعلي مستواك في مجال الفوتوجرافي وتقدر تشوف صورك صح. لاني اكيد 90 او 95% من الناس اللي بتتفرج عليها النهارده هتقابلها مشكله الجهاز ده هو بيحلها، ومفيش حل للموضوع ده غير بالاجهزه دي. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الانبوكسنج والريفيوز للمنتجات الجديده اللي انا بجيبها. انا النهارده جاي اعمل انبوكسنج للاي 1 ديسبلاي برو والاي 1 ديسبلاي، انا طلبتهم من امازون يو اس اي، وصلوا لي تقريبا في خلال 10 ايام. الدنيا بقت سريعه وبيشحنوا لمصر ويعني سعرهم كويس، وهنتكلم على سعرهم كمان شويه. الموضوع كان بسيط ولكن انا مش عارف الاقيهم في مصر، فطلبتهم من اكس رايت من امازون يو اس اي، فوصلوا لي الاثنين النهارده، وانا جاي النهارده اعمل لكم انبوكسنج للاثنين واقول لكم الاجهزه دي بتعمل ايه وازاي ان انتوا كفوتوجرافرز محتاجين ان انتوا تتعاملوا مع الاجهزه دي. لو مش هتشتروهم تقدروا ان انتوا حتى تيجوا كايرو فوتوغرافي كلاب يتعمل لكم الكاليبريشن للشاشات بتاعتكم. خلينا نبدا نعمل انبوكسنج للجهازين دول. احنا طبعا شركه اكس رايت بتعمل كل الحاجات اللي ليها علاقه بالكالر كوركشن للمصورين، سواء كانت حاجات ليها علاقه بالكاميرا، ايوه سواء كانت حاجات ليها علاقه بالكاميرا او سواء كانت حاجات ليها علاقه بالشاشات والبروجيكتورز والموبايلات، بما يخص ان في الاخر انت تشوف الصور بتاعتك صح. فهم ليهم كالر تشيكر، وكنت انا عملت حلقات هتبان لكم في الاي هنا عن الكالر تشيكرز، واتكلمت عن سبايدر تشيكر والكالر تشيكر وازاي ان هو بيساعد في عمليه ظبط الالوان للكاميرا. ولكن النهارده احنا بنتكلم على الاجهزه اللي هي بتظبط الوان الشاشات، لان مش كل الشاشات او يعني تقريبا كل الشاشات ما بتبقاش كاليبريتد، طالعه من المصنع مش كاليبريتد، وحتى لو انت بتستخدمها وعملت لها كاليبريشن بعد فتره بتحتاج ان انت تعملها ريكاليبريشن عشان مع الوقت ومع الاضاءه ومع الكلام ده كله بتتغير. وعايز اقول لكم ان انت حتى لما بتغير، بصوا الموضوع سبيسيفيك لغايه فين، لما بتغير المكان اللي انت بتقعد فيه لو الاضاءه اختلفت من اصفر لابيض او من اصفر لازرق او هكذا بتحتاج ان انت تعمل بروفايل المكان ده عشان تقدر تطلع الالوان 100% صح. موضوع تغيير الامبيانت لايت او السيتويشن اللي انت فيه مش حاجه من الحاجات الاساسيه قوي، لان هو في الاخر انت مش عايز توصل لدرجه يعني الفظيعه، ولكن ما ينفعش يبقى انا عندي لون ازرق مثلا مصوره انا شايفه على الشاشه بنفسجي، ما ينفعش الكلام ده، او حتى شايفه على الموبايل بنفسجي. خلينا نفتح كده ونشوف الاجهزه. اوكي هنا هو الموضوع بسيط، فيري سمبل، ده الكتالوج بتاع الجهاز. اوكي هو الكتالوج وبيشتغل باليو اس بي، ومعاه ايه تاني؟ معاه حاجات كده اي ديسبلاي كويك ستايت، ما فيهوش حاجه، معهوش حاجه تانية، هو الجهاز بس. يعني هو الجهاز بس اهو، لو فتحناه كده هو طبعا ريحته بلاستيك جميل، انا بحب الريحه دي الصراحه. هذا هو الجهاز الاي 1 ديسبلاي ستوديو، ده اقل واحد في فئات الكاليبريترز، يعني بيعمل فانكشنز اقل شويه بس في الاخر هو بيكاليبريت الشاشه اللي هو الستاندرد. يعني في حاجات بقى دلع، احنا بصوا انا كان عندي قبل كده حاجه اسمها الاي 1 ستوديو، ده كان بقى بيكاليبريت شاشه وبيكاليبريت بروجيكتور وبيكاليبريت كمان برينترز، يعني كان اكبر شويه، وده تقريبا اعلى واحد عندهم في اكس رايت. انا بستخدم ده وبستخدم ده وبستخدم ده، فبجرب الحاجات الجديده عشان اشوف مين اكتر واحد اكيوريت فيه الشغل. وعلى فكره ده كان اكيوريت جدا الاي 1 الستوديو ده، انا شايف ان هو من الحاجات الجميله جدا. ده الجهاز اهو، هنا اهو في عدسه عشان الامبيانت لايت او الاضاءه اللي موجوده حوالينا، وهنا اهو لا ده ما فيهوش عدسه، ده بيركب على طول في الترايبود، وده المكان اللي بتكاليبريت منه الشاشه، يعني ده مش بيقيس امبيانت، ده باين عليه ان هو مش بيقيس امبيانت، لان الاجهزه اللي بتقيس امبيانت بتلاقوا فيها مكان لقياس الامبيانت لايت. هنشوف السبيكس في الاخر ونتكلم على فكره بيقيس امبيانت ولا لا. ده الجهاز اهو، ومعاه هنا الجزء ده، الجزء ده تقيل عشان تقدر ان انت تحطه على الشاشه بالشكل ده ويثبت ده في الجزء اللي ورا ويبدا على الشاشة عشان يقرا الوان الشاشه ويبدا ان هو يكاليبريتها عن طريق السوفت وير بتاعه. ده الاكس 1 الاعلى منه على طول، الاكس 1 برو. اوكي الاكس 1 برو طبعا اتفتح في الجمارك، ف احساس الكيس ده ما عرفتش اجيبه لكم، وطالع منه بص حتى الحاجات اهي. ده بيكاليبريت برضو، بيكاليبريت الشاشه والموبايل والبروجيكتور. فكره الموبايل دي على فكره هي من الحاجات الشائكه جدا، يعني دايما الناس عندها مشكله انها تشوف صورها على الموبايل بشكل كويس، فعشان اكاليبريت الموبايل او اعمل له بروفايل كانت من الحاجات الصعبه، ولكن هو ده الجهاز اللي بيقدر ان هو يغير شاشه الموبايل. على فكره الناس بتلجا للايفون عشان كده، يعني كتير جدا من المصورين بيلجاوا لشاشات الماك او الايفون عشان فكره ان الوانه قريبه جدا للترو ما فيهاش مشكله، ولكن السوفت وير هنا بيشتغل على ايفون وبيشتغل على الاندرويد، بتقدر ان انت تعمل كاليبريت بشكل سهل جدا. اوكي خلينا نفتح الجهاز ده. ايوه اوكي فتحوه يعني وقلبوه بتاع في الجمارك، يلا ربنا يكرمك. ده الكتالوج نفس الموضوع. انا عايز بس اشوف حاجه هنا.
ده مونيتور كاليبريشن والامبيانت لايت ميجرمنت والبروجيكتور كاليبريشن. ده ليه كذا كذا طريقه، هو تقريبا الاثنين بيعملوا نفس الفانكشن يعني. انا مش عارف ده بيقيس الامبيانت، لا هنشوفه بالسبيكس بتاعته. ده اهو الجهاز، الاي ديسبلاي، الاي 1 ديسبلاي، ده الاستوديو وده البرو. اوكي طبعا برضو زي ما قلت لكم نفس كل حاجه، بيشتغل على اليو اس بي ما فيهوش اي مشكله، والجزء ده تقيل عشان يبان ورا الشاشه. ولو انت حتى عايز تكاليبريت بروجيكتور، لو انت بتعمل بقى نايت موفي ولا انت عندك سينما ولا بتعمل حاجه عايز تعرف البروجيكتور، لان عاده البروجيكتور الوانه ما بتبقاش صح، فتقدر ان انت استنوا كده بيتعمل كده، بص حركه صايعه، بصوا كده بيبات كده، والعدسه بتاعتي بتبقى موجهه للبروجيكتور على الحيطه عشان اقدر ان انا اقيس بيها. بصوا هنا العدسه عامله ازاي، دي العدسه اللي بتكاليبريت، عدسه شكلها عظيم على فكره. اوكي يعني شكلها تحس كده برهبه في الكاليبريشن، مش عارف ده برضو بيعمل نفس الموضوع ولا لا، اي ثينك يعني ان هو بيعمل نفس الحاجه. نفس العدسه اهو، هو تقريبا الاثنين نفس يعني نفس كل حاجه، بس هتلاقي السبيكس بس ان ده بيبقى فيه ادفانسد ليفل شويه، فيه كنترولز اكتر، وهكلمكم على الفروقات ما بينهم وايه مميزات وعيوب كل واحد من الاثنين. خلينا بقى نتكلم على ثانيه واحده كده نحطهم كده، خلينا نتكلم عن المواصفات الفنيه. خلينا نتكلم على الاي 1 ديسبلاي ستوديو، ده من شركه اكس رايت، سعره على الويب سايت بتاعهم $120، على ما وصل لنا تقريبا كان قفل ال $200. بيعمل كلر كاليبريشن لالوان الشاشات والموبايلز والبروجيكتورز، بيشتغل مع الابل وبيشتغل مع الويندوز، وحتى على الموبايل بيقدر ان هو يشتغل على الاندرويد وعلى الاي او اس. ليه ابلكيشن اسمه كلر ترو، السوفت وير بتاعه على الكمبيوتر اسمه اي 1 ستوديو سوفت وير، وفي الاول بياخد السيستم من 20 30 ثانيه عشان يقيس الكونتراست ويقيس الميجرمنتس بتاعته، وبعد كده بيبدا ان هو يتعامل على الالوان وبيقيس 118 لون مختلف. ممكن ياخد تقريبا 6 دقائق عشان يحسب الالوان بتاعتك ويكريت لك البروفايل. من مميزاته ان هو سهل وبسيط وبيتعامل مع السمارت فونز. والعيوب اللي ذكرها الناس اللي استخدمت الجهاز ده ان هم لقوه على الاندرويد ابطا شويه من الاي او اس، ودي على فكره حاجه جامده للاي او اس بما ان انا ابل فان يعني، فحاجه جامده ان احنا عندنا الدنيا سريعه. اما بقى الاي 1 ديسبلاي برو ده سعره $240 تقريبا، عبال ما وصلنا كان $320. بيعمل نفس اللي بيعمله البيزك اللي هو الاي 1 ديسبلاي، يعني بيشتغل على الموبايلات وبيشتغل على بروجيكتورز وبيشتغل على الشاشات، ولكن في ادفانسد مود. الادفانسد مود ده لو انت عايز تكريت بروفايل بادفانسد بقى كونتراست والكلام ده كله، لان السوفت وير بتاعه حتى مختلف اللي هو اسمه اي 1 بروفايلر، وده بيتيح لك البيزك مود لو انت عايز تستخدمه سمبل خالص، او ان انت تشتغل على الادفانسد مود اللي بتقعد تدخل البيانات للشاشه عشان توصل لجوده اعلى لاجهزه العرض بتاعتك. المميزات بتاعته هو الادفانسد والبيزكس، وبيوفر وقت كتير قوي، لان انت ممكن تعمل لعدد كبير من الشاشات بيشتغلوا على نفس الجهاز. الناس اللي بتشتغل مثلا في الايديتنج وعندها 3 شاشات او كده، يقدر يعمل لكل واحد فيهم البروفايل الخاص بتاعه، ويقدر يعمل لكل واحد فيهم بينتون مختلف، لان كل شاشه ليها الوان خاصه بيها عن طريق البينتون كلر مانجر. عايز اقول لكم بقى ان في شركه اكس رايت حاجه اسمها اي 1 ديسبلاي برو بلس، ده اعلى شويه وسعره تقريبا $300. احنا ما طلبناهوش لان هو الليفل بتاعه هو فيه الادفانسد والبيزكس، ولكن بيشتغل بقى على الشاشات الاتش دي ار، او بيشتغل على الناس اللي بتشتغل لاتس او بتشتغل 3 دي، فالكواليتي او الاكيوريسي بتاعته بتبقى اعلى بكتير جدا، وبيشتغل على درجات انواع او درجات الوان معينه في شاشات ثلاثيه الابعاد وفكره اللايتس والشادوز، وبيشتغل بتايب سي، يو اس بي تايب سي. فده الفرق بتاعه، انا الصراحه ما احتجتش ان انا اشتريه لان هو ادفانسد او اعلى من احتياجاتي. كده احنا النهارده عملنا انبوكسنج للاي 1 ديسبلاي ستوديو والاي 1 ديسبلاي برو ستوديو، وشرحنا ايه هم بيعملوا ايه، وازاي المصور يقدر ان هو يعمل كاليبريشن للشاشات بتاعته. تقدروا ان انتوا تشتروهم عن طريق امازون لو انتوا تحتاجوا على طول ان انتوا تعملوا كاليبريشن او عندكم عدد اجهزه كبير، او تقدروا ان انتوا تيجوا هنا كايرو فوتوغرافي كلاب، تكلمونا على ارقام كايرو فوتوغرافي كلاب وتعملوا الكاليبريشن بتاعكم عندنا. سعره تقريبا 100 جنيه فده حاجه رمزيه يعني، ولكن بيعمل لك الكاليبريشن للجهاز بتاعك، وكل 6 شهور ممكن تيجي تعمل مره كاليبريشن، لان الشاشه بتاعتك مع الوقت تحتاج انها يتعمل لها ريكاليبريشن عشان لو اتغيرت مثلا الاضاءه بتاعتها او ان انت غيرت اي حاجه. مهم جدا عشان تبقى عارف ان احنا ما بنعملش كاليبريشن للشاشه، احنا بنعمل كاليبريشن للجهاز. فلو حاجه بتشتغل على ديسكتوب لازم يبقى معاك الشاشه بالجهاز، لان ده بروفايل بيتكرييت ويتحط فيه الويندوز كلر مانجر او البينتون كلر مانجر عشان ابلايه على الشاشه بتاعتي. يعني انا لو نزلت ويندوز هحتاج ريكاليبريت، لو انا غيرت النسخه بتاعتي هحتاج ريكاليبريت، لو انا شغلت الشاشه دي على جهاز تاني هحتاج ريكاليبريت، لان لازم الكونديشنز بتاعتي كلها تكون واحده. كل اللينكات الحاجات اللي انا هعمل لكم ليها انبوكسنج هتلاقوها في الديسكربشن بتاع الفيديو عشان تقدروا ان انتوا تشتروها لو احتجتوها، والحاجات كلها بتشحن لمصر، وان شاء الله تستفيدوا استفاده قصوى من الجهازين الموجودين. وما تجيبش الجهازين على فكره، تجيب ده تجيب ده، احنا جايبين الاثنين لان احنا بنحتاج ان احنا يبقى عندنا في لوكيشنين مختلفين جهازين مختلفين. شكرا جزيلا ليكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب لو انت استفدت من الفيديو ده، عشان مصورين كمان اللي بيحتاجوا حاجه زي كده او اللي بيشوفوا الالوان غلط يقدروا ان هم يستفيدوا من حاجه زي كده. وما تنسوش
مش عارف ما تنسوش تعملوا ايه تاني يعني، لايك وشير وسبسكرايب دي حاجة جميلة جدا، وما تنسوش تقولنا في كايرو فوتوغرافي. شكرا جزيلا ليك.